السلام عليكم، وياكم علي الرفاعي. اليوم عندنا السؤال القاتل، شنو أحسن كاميرا؟ اليوم بنتكلم عن سؤال جداً مهم، ييني وايد وايد ييني في السوشيال ميديا وفي كل مكان، وحتى نلاقي المصورين، شنو أحسن كاميرا؟ سؤال كل المصورين تكلموا عنه، شنو أحسن كاميرا؟ طبعاً أي مصور سألونه بيعطيكم الكاميرا اللي هو يستخدمها. أنا بجاوب بشكل بسيط، بشكل مبسط. الكاميرات الموجودة الحين في السوق أغلبها كلها تسوي كل الشغل وكلها ممتازة في النتائج، 80% 90% تعطي النتائج حق أغلب المصورين. لكن شنو أحسن كاميرا؟ بجاوبكم إجابة بسيطة، أحسن كاميرا الكاميرا اللي تعرف تستخدمها. شلون؟ الكاميرا اللي إذا شغلتها أعرف وين أروح في القوائم، وين أروح في المنيو، وشلون أنا أخلي هالكاميرا تجاوب معاي وأدخل أضبط وأصلح المنيو على استخدامي أنا. لكن أول سؤال يجيني، أحسن كاميرا شنو؟ إجابة بتكون شو تصور؟ شنو الواحد يصور؟ إذا أنا أصور رياضة وأصور أشياء سريعة، أكيد بروح حق الكاميرات السريعة، أروح حق الكاميرات اللي تعطيني سرعة وأوتوفوكس سريع. لازم أشوف هالكاميرات هل هي مجال ميزانيتي كثر ما أقدر. الكاميرات الرياضية تكون دايماً أغلى. إذا شفنا من الشركات كانون، نيكون، سوني، أغلبها الكاميرات تكون سريعة مثل A9 1DX ولا D5، كلها تكون من يعني تعتبر أغلى ليفل او اغلى مستوى في الشركه هذه، لان الكاميرات هذه فيها احدث التكنولوجيا. لكن مثلا ما تخدم اللي يحتاج ريزوليوشن عالي، لان الريزوليوشن مالها اقصاها الاي 9 مثلا 24 ميجا بكسل والباقيين 20 ميجا بكسل او حتى 17. اذا صورت، اذا تخيلت ان انا الحين واحد يسالني يبي كاميرا حق اهله ويسافر ويبي يجرب، الايفون يسوي هالشيء، تليفون الموبايل يسوي هالشيء. فهل احنا نقدر نصرف ونحط كمية او مبلغ كبير على كاميرات وعلى اساس ضخمة على اساس ان انا اروح اصور شيء بسيط؟ اذا انت بي ما في اي مشكلة. كاميرات المصورين يصورون في الشوارع يحتاجون كاميرات تكون سريعة في الفوكس، بالاضافة الى ان عدسات تكون مميزة او عدسات تكون ثابتة تعزل الخلفية، ولا على حسب ستايل المصور اللي يصور. عندي اقتراح بسيط، ان الواحد اذا بيبي يبتدي وما عنده الميزانيه اللي تكفي، انا الاهم عندي من الكاميرا العدسات. كمثال اخذ العدسه الافضل والكاميرا اللي تكون على ميزانيتي، لان الكاميرا راح تتغير هالسنه، كل 6 شهور كاميرا قاعده تطلع من نفس الشركه. فاخذ ابني منصة عدسات قوية لهالشركة، طبعا لازم نراعي شنو الشركة اللي بنواصل معاها، وبعدين ممكن البادي او جسم الكاميرا يتغير، نغيره عقب كم شهر او عقب سنة سنتين. بس الاهم من كل هذه المصور نفسه، هل المصور عارف شلون يستخدم الكاميرا؟ يعني انت تشتري الكاميرا وتبتدي تصور فيها عمياني وصورك يعني مأساة، وتقول ان الكاميرا غلط بروح اغيرها، لا اسمح لي انت غلطان. اهم شيء الواحد يتعلم شلون يستخدم الاداة اللي في يده. اذا انا الحين اعطيتوني عدة شيف في مطبخ كاملة، هل انا بطبخ نفسه؟ ما بقدر. خصوصا هاي اول شيء موهبة، وثاني شيء هل اقدر استخدم هالادوات بطريقة صحيحة؟ هل اعرف استعمل الحرارة المعينة حق هالشيء؟ طبعا مو مثل الواحد اللي هو عنده خبرة، والخبرة هي اللي تبني الصورة الزينة مهما كانت الكاميرا. تشوف صور عالمية من كاميرات ما تطوف بسعرها 1500 ريال، المصورين قاعدين يصورون فيها صور جميلة وحلوة، وفي النهاية تكتشف ان الشخص هذا او المصور ذي عارف شو قاعد يسوي. فهاي اجابتي المختصرة عن افضل كاميرا. شوفوا الميزانية، لا تصرفون، اذا عندكم ميزانية تصرفونها، العدسات مهمة. طبعا اللي احن بيسألني بشتري شنو هالشركة ولا هالشركة، ما بقدر اجاوبكم. نفس موضوع السيارات، انا ارتاح في سيارة من ماركة الفلانية، غيري ارتاح في سيارة من براند ثاني. مشكورين، يعطيكم العافية، ان شاء الله لا تنسون تشتركون في القناة عشان نواصل نعطيكم معلومات على قد معرفتنا. مشكورين، أخوكم علي الرفاعي.